بتجيب من تحت؟ بجيب من تحت. طب بالكوبشه بقى ولا بتعمل ايه؟ يعني بتجيب بس 3 كوبشه 4 كوبشه ولا بتعمل ايه؟ بدل ما ورطك بس وابيع لك بالغالي انا. بص ايدي عامله ازاي؟ انت بالك قد ايه بتشتغل فيه؟ بقالي 10 سنين. طب انت عايز 10 سنين على تجيب لي زي 10 دقايق؟ انت عايز تروح مع مين؟ روح مع السيسي. مع السيسي؟ اشمعنى بقى رايح مع السيسي؟ الراجل هو دلوقتي خايف على البلد واحنا مش بقول لك احنا وراه. احنا ما بنحبش العسكريين. لا لا الحكم وبتاع والكلام ده. احسن واحد يمسك مصر العسكري. والله بجد؟ احسن واحد يمسك مصر العسكري كده. ضابط. احسن واحد يمسك مصر العسكري. ما هو مسكوا عسكريين كتير يعني كانوا في الجيش كتير. لا بس ولا في ناس في بعض الناس معترضه دلوقتي. والله كل واحد له رأي. انت رايك انه ما ينفعش الا العسكري؟ العسكري اللي ينفع مع الشعب المصري. يعني لو السيسي قال مش هترشح برضه انت عايز عسكري؟ لو هو العسكري اللي يمشي معانا. محدش هيقضي على كميه الارهاب اللي في البلد غير العسكري وغير وسياده المشير عبد الفتاح السيسي. اي حد تاني اللي هيصعد. طب وليه المشير ده المفروض في ديمقراطيه والمفروض وماله ما يقدموا نفسه؟ هو الراجل يرشح نفسه. لو حد كسب قدامه الشعب ليه رايه؟ يعتبر اذكى واحد. انت مش شايف ان في ناس بتطبل وبتزمر قوي الحكايه؟ ده المطبلاطيه وبتوع البخور دول كتير ودول اللي ودوا اللي قبل كده في 60 ده. انت حضرتك معاه بس معاه برضه انه يترشح قصاده ناس وينزل قصاده ناس ويبقى في منافسه وهو لاخره ولا التسكيه اللي احنا شغالين فيها دلوقتي؟ بص حضرتك هي المشكله ان كله بيبتز كله دلوقتي. يعني هو السيسي لو نزل ما هو اساسا مش مفيش تكافؤ. تمام. هو في اجماع شعب عليه. ايه المشكله؟ هو طيب كشخص هو كشخص انت مش بتتكلم عليه كشخص لكن انا اقصده يعني حضرتك بتتكلم على هاني مثلا في البيت. هل هو من المصلحه من مصلحه البلد ان هو يترشح قصاد 3 و4 و5 ويخش يتفضلوا يتفضلوا بس هم مش يعني هيحققوا نتائج يعني هزيمه ما يحق. لا يتفضلوا ويفتح لهم انت كمان يعني البرنامج بتاعك والزمايل ودي اللي انا ده اللي انا عايز اوصله معاك. ما انا ماشي حرية تانية بس طبعا مقبول مش هنسبق النتيجة ماشي. ما فيش أي مشكلة ومش هنخون حد وينزل أبو الفتوح وينزل الأستاذ حمدان. بس الأستاذ حمدان كان ليه رأي رائع على فكرة. لو السيسي يعني هو اتفق على برنامج الثورة ليه نهزمها؟ وبعدين مصر ما تعتمدش واحد ينجح ب 50%. هات لي واحد شاي كده الأول بس عشان هات لي بس ده الميه دي مش يعني ممكن حد يقول لك العمليه مش نظيفه قوي ولا انت منظف نفسك بال الزبون بيشوفني بجيب عارف ان بجيب ميه منين نقيه ما بجيبش من النجيله ان النجيله ما تكونش نظيفه. تمام بس انا خايف بس يكون يعني حد يقول لك ان انت الميه مش نظيفه الميه مش بتاعك ولا انت يعني الزبون واخد عليك خلاص. لا الزبون خلاص خد عليا وعارف. طب شغال بالك قد ايه؟ انا من بالك 5 شهور كده. ومن هنا لحد الساعه كام؟ من الصبح لحد الساعه كام؟ يعني بقعد لحد من 7 الصبح لحد الساعه لحد العصر كده. لحد العصر. طب ادينا واحد شاي بقى نشوف الدنيا ايه.